تاني فاكتور هنتكلم عنه ونقارن ما بين اللوجيك فاميليز من خلاله هو الباور ديسيبيشن. فلو افترضنا ان احنا عندنا نوت جيت مبنيه مره بالار تي ال مره بالدي تي ال مره بالتي تي ال مره بالان موس مره بالبي موس مره بالسي موس، عندنا النوت جيت عملناها بالسته لوجيك فاميليز، عايزين نشوف ايه اكتر لوجيك فاميلي بتستهلك باور بنفقد فيه باور جوه الجيت بتاعتنا. هنلاقي ان الار تي ال والدي تي ال هما اعلى اتنين لوجيك فاميليز من حيث الباور ديسيبيشن، وده بسبب ان السيركتس دي هنلاقي فيها ان الترانزستور والدايود هما الاتنين بيستهلكوا باور عالي، سواء كانت السيركت دي ثابته، يعني سواء انا مثبت الانبوت او سواء انا قاعد اغير الانبوت قاعد 1 0 1 0 1 0. هنلاقي ان في الحالتين سواء قاعد ببدل الانبوت او انا مثبت الانبوت اللي داخل السيركت، هنلاقي ان في الحالتين الريزيستور والدايود بيستهلكوا باور عالي، فهم اعلى اتنين لوجيك فاميليز من حيث الباور ديسيبيشن. هنلاقي بعديهم يعني الباور ديسيبيشن بتاعها اقل يعني افضل شويه اللوجيك فاميلي اللي هي التي تي ال، وده بسبب ان الترانزستور بيستهلك اعلى باور بيستهلكه في حاله ان احنا كنا بنعمل سويتشنج للانبوت. في حاله ان الانبوت كان ثابت الترانزستور ما بيستهلكش باور عالي زي الريزيستور وزي الدايود. بعد كده الباور ديسيبيشن بتاعهم اقل شويه يعني افضل من التي تي ال وطبعا من الار تي ال والدي تي ال، هم الان موس والبي موس فاميليز، وده بسبب الفابريكيشن تكنولوجي، طريقه تصنيع الموسفيتس بتخليه يستهلك باور اقل من الفاميليز اللي مستخدم فيها البي جي تي. وهنلاقي ان اقل لوجيك فاميلي من حيث الباور ديسيبيشن يعني افضل لوجيك فاميلي من حيث الباور ديسيبيشن هي السي موس فاميلي، لان مستحيل يبقى فيه دايركت باث ما بين الفولتج سورس مصدر اللي بيقوم الدايره وما بين الجراوند. هنلاقي ان هنا مثلا في السي موس مقارنه بالان موس والبي موس هيبقى دايما في ترانزستور شغال ما بين السورس وما بين الجراوند، لكن عندنا في الان موس والبي موس زي ما قلنا ان الترانزستور احيانا بيبقى اون احيانا بيبقى اوف على حسب الانبوت وعلى حسب احنا عاملين ايه في السيركت. فممكن في بعض الاحيان الاقي ان مفيش ترانزستور شغال ما بين الفولتج سورس وما بين الجراوند، ما بين الفولتج سورس وما بين الجراوند، لكن هنا دايما هيبقى فيه ترانزستور شغال، فدايما في ترانزستور شغال ما بين الفولتج سورس وما بين الجراوند. فده ترتيب بشكل جنرال يعني لللوجيك فاميليز من حيث الباور ديسيبيشن، اعلى باور ديسيبيشن، تاني اعلى باور ديسيبيشن، تالت اعلى باور ديسيبيشن، وده اقل باور ديسيبيشن فهو افضل حاجه في الباور ديسيبيشن لان هو بيستهلك اقل حاجه. فبشكل عام السي موس هو افضل لوجيك فاميلي من حيث الباور ديسيبيشن. زي ما قلنا برضو بشكل عام ممكن بعض السيركت يختلف مين اعلى باور ديسيبيشن ومين اقل وهكذا.